عليها بدبلوماسية. أي وهذا الموضوع يحتاج لجواب بدبلوماسية، فأنا أترك الأستاذ حسين يجاوب عليه. لا هو هذا الموضوع شنو أبو جاسم، كان هناك يعني قرار مسبق بتدرج اللاعبين وعدم ضمهم يعني من منتخبات الشباب الفئات إلى المنتخبات الوطنية رأسا. رأيي الشخصي أنا يعني بعيدا عن عنوان الوظيفة، أشوف أنه مسألة التدرج ربما هي الآن أصبحت فنيا بدعة. أنا أشوف هذا الحالة مدرب المنتخب الوطني يقدر الحالة الجيدة لخياراته لاختيار هذا اللاعب من ذاك، ولا أعتقد أن وجود محمد داود الآن مع المنتخب الوطني، نعم ربما الإعلام سيلوم المنتخب أو مدرب المنتخب الأصغر فئة من مدرب المنتخب الوطني على اعتبار هو مخصص لمنتخب شباب أو عمره يسمح له، لكن أنا الكل يعرف هذا الموضوع. أنا أشوف العكس من ذلك، الحاجة الفنية يقدرها المنتخب الوطني للاعب مهما كان عمره، كان لاعب صغير أو لاعب كبير. هو من انا اقول لك هو من ضمن خياراتي، هو من ضمن خياراتي. يعني انا قلت لك ما اقدر اجاوبك، امور ما تتحمل الدبلوماسيه، ما اقدر يعني أقدر. هو من ضمن خياراتي لحد يوم امس، ولا ربما واحد من الاسباب اللي اضطر التاجيل لليوم، يعني واحد من الاسباب موضوع ياسر واحد، الجواب مال المحترفين يجينا واحد، لعبه الميناء تمت يعني بشكل رسمي، انا من قبل يعني نص ساعه تكلمت مع الاخ كابتن ناظم شاكر، نعم تكلمت معه، مباراه 25 مع الميناء تكلمت مع الكابتن ناظم شاكر، نقدم له جزيل الشكر والامتنان لأنهم رغم الضغط اللي موجود عليهم لكن الرجل بادر انه يعني تدري احنا المنتخب بحاجه لهذه المباراه. ومحمد داود من ضمن خيارات لحد يوم امس، وحقيقه لربما يعني الاخوان يعني لحد الان ما اعطوني جواب يعني بشكل مؤقت، انا الان ما ضفته، لربما نضيفه للمستقبل. Wantinia Air is in a rocky company.